بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا شفنا جملة الوين، النهاردة هناخد عليها مثال كمان عشان أوضح حتة زيادة. تعالى نتخيل إن عايزين نعمل برنامج الراجل هيدخل فيه سعة الموتور، الموتور سي سي أو موتور كاباسيتي، والبرنامج هيرد عليه بالضريبة المستحقة اللي هي التاكس. فبنقول إيه؟ لو كان عندي الموتور سي سي بتاعتي لو هو أقل من 1100 سي سي هطلع له الضريبة مثلا 30، لو من 1100 ل 1500 الضريبه مثلا 50، لو اكبر من 1500 لغايه 1800 هطلع مثلا ضريبه 80، ولو اكبر من 1800 لغايه 2000 ب 120، غير كده هطلع له نتيجه ب 160 وخلاص. طبعا الارقام طبعا ممكن تتغير، مفيش مشكله، يعني الارقام دي كلها اتغيرت مفيش مشكله، بس يعني الفكره. فلو جينا جربنا كده في الشكل بتاعنا هنلاقي ايه؟ الاول هنريد طبعا الايه؟ السي سي او الموتور سي سي، وبعد كده لو كان اصغر من 100 هطلع الضريبه ب 30 واطلع. طب لو ما كانش بأقل من 1100 هسأل بقى هل هو من 1100 لغاية 1000 ومش عارف وكام؟ لو اخش في 50 واطلع. طب لو لأ اقوم داخل في ايه؟ في شرط تاني. طب هل هي من مش عارف من كام لكام رينج جديد؟ لو كان اطلع مثلا تاكس 80، لأ يبقى اخش على ايه؟ على اف تانية برينج تاني، ولو كان سليم هطلع 120، إلس خالص هطلع الكام؟ هطلع ال 160. وبالطريقة دي كده ده كان الشكل بتاع الاستراكشر بتاعنا. انا هجربه معاكم رغم المفروض اجربه على الوين على طول، بس هنجربه بالايه؟ بالاف وبالوين عشان ناخد الخبره بتاعتهم على طول، يعني الاكزامبل يبقى عملناه باكتر من مره. فعملت اكزامبل جديد، اجيب المين فانكشن بتاعتي الرئيسيه وهعمل فاريبل ام سي سي اللي هو الموتور سي سي، وهخليه انت. رغم انت مفيش موتور سي سي بيطلع بالكسر يعني، مفيش مشكلة. فار بعد كده عندنا التاكس. التاكس طبعا دي تبقى كسر مفيهاش مشكلة، لكن احنا طبعا عندنا في البرنامج كان كل ارقام صحيحة فعملها انت. لكن طبعا لو انت عايز تغير برضو غير، مفيش مشكلة خالص. برينت اول حاجة طبعا هقول له سمحت دخل لي الموتور سي سي، ندخل الموتور كاباسيتي او الموتور سي سي، فالمفروض هيدخله اقرأه على طول واحطه جوه فاريبل اللي هو الام سي سي، وبيساوي ريد لاين وكونفيرته الى ايه؟ الى انت. وبعد كده ابدا في البروسيسنج بتاعي اللي هيتحط النتيجه بتاعته جوه التاكس. هقول اف الام سي سي بتاعتي لو كانت، طبعا المفروض تبقى حاطط الجدول قدامك عشان تقدر تبقى فاهم انا بعمل ايه. الام سي سي لو اقل من 1100، يعني 1100 مش تبعي، خدوا بالكم 1100 مش تبعي، تاكس بتساوي. اف ان الام سي سي اصغر من 1100، يعني 1100 مش تبعي، هل هعمل ايه؟ قلت له هتبقى النتيجه 30. طبعا انا كتبت 30 على نفس الجنب عشان احاول اختصر قدر الامكان جمله الاف، ف 30 هتترمي جوه التاكس. إلس اف هضطر اسال سؤال تاني، طب هل الام سي سي اصغر من 1500؟ لو اصغر من 1500 معنى كده ان هي، ما انا المثال اللي فات كان اصغر من 1100 لغايه اصغر من 1100 قبل ال 1100، بقى معناه ان هو عمره ما يخش في الإلس، عمره ما يخش في الإلس غير لما يكون 1100 وانت طالع. فانا سالته قلت له إلس لو اقل من 1500 معناها من 1100 لغايه 1500، 1500 معايا يبقى احط ايه؟ اصغر من او يساوي. في الحاله دي احطها ب 50. خدنا بالنا؟ طيب اما اقول إلس معناها ان هي لغايه بعد ال 1500، يعني اكبر من 1500. مش مضطر بقى اقول هو ايه اكبر من 1500 اند ان هي اصغر من او يساوي ال 1800، لا مش شرط. خلاص لان الإلس معناها ولا واحده من اللي فوق، فلو واحده من اللي فوق يبقى لغايه 1500 راحت. يبقى هيبدا معايا من ام سي سي من 1000 من فوق 1500 لغايه اقل من او تساوي ال 1800. إلس يبقى خلاص ال 1800 كمان راحت، يبقى من فوق ال 1800 لغايه اقل منها وتساوي الايه؟ ال 2000. في الحاله طلع له ايه؟ 200. إلس يعني ولا بقى ولا لغايه ال 2000، لان اصغر منها وتساوي ال 2000 يعني فوق ال 2000. في الحاله طلعت كام؟ طلعت ال 160، لان دي اللي هتبقى بالنسبه لي فوق الايه؟ فوق ال 2000. اما طبعا التنسيق دوت سيبكم منه، دوت مش اللغه ما بتهتمش بالمسافات ولا كلام من ده، لكن انا بحب انسق كده عشان عينيك وما تيجي تقرا الكود لو في اي غلطه تعرف تكتشفها بسهوله. تمام. في الاخر خالص هعمل برنت لاين عشان اطبع الايه؟ اطبع التاكس. فاقول له التاكس بتساوي اطبع الايه؟ الفاريبل بتاعنا اللي اسمه تاكس، عشان نشوف بس الضريبه طلعت في الاخر كام، ونجرب كام مثال كده، نعمل كليك كمان ونعمل رن ونشوف كام حاله من الحالات كده ندخل كام مره موتور كده سرعه مختلفه او سي سي مختلف، ونشوف النتيجه تطلع ايه. فجربنا كده الموتور سي سي مثلا 1500، فطبقا للجدول بتاعنا المفترض تطلع معانا 50، مظبوط طلعت معانا 50، دي التاكس بتاعتنا. ممكن اعمل ري ران كمان، اخد الموتور سي سي قلت له مثلا دخل موتور 2000 سي سي، قال لي 120 وهكذا. تمام. طيب ده كلام جميل جدا. انا هاخد الجزء اللي فوق ده كله اللي قبل جمله الاف،
وتعالى نعمل فايل جديد عشان نجرب نفس الفكره بس بوين بدل ما نجربها باف. فقلت له ماشي الاكزامبل ورقمه زي ما انا كنا ماشيين، وقام قال اوكي بيست على طول واقفل تحت المين فانكشن وتعالى نقول ايه نشتغل على وين. فوين عندي بقول له وين الام سي سي، وادي بدايتها وادي نهايتها، واقول له عايز اقول له بقى رينج عندي من الى، صح كده؟ في عندنا جمله اسمها ان وفي عندنا رينج كنا اخذناهم في الاوبريتورز، فاستغلهم هنا اقول له ايه ان من 0 لغايه عندنا 1100، كانت ال 1100 مش معانا صحيح، فاقول له خلاص يبقى 1000 ايه 1099 مش 1100، يبقى من 0 ل 1000 ل 1099 اللي هي اقل من 1100 1100 سي سي. في الحاله دي هقول له على طول ايه النتيجه بتاعتي ب 30، بس الكلام ده اتحط جوه التاكس كنتيجه صح، واخد منه كوبي كده الان ديت زيها بالظبط، وما يقول له بقى تعالى بقى من اول ايه الرينج بتاعي من ان من 1100 لغايه بقى شوف الرينج اللي كان موجود عندي في التيبل الجدول اللي كان موجود في المثال لغايه تقريبا 1500 سي سي، وفي الحاله دي هنطلع النتيجه بتاعتنا بكام؟ ب 50 ان كمان، وهقول له بقى من فوق ال 1500 يعني 1501 الى كام؟ الى كان 1800 لغايه ال 1800، في الحاله دي هطلع مين؟ هطلع 80، اخر واحده كانت من 1800 ل 2000 تقريبا يعني 1801 لغايه 2000 هطلع النتيجه بتاعتنا بكام؟ كانت ب 120 اخر واحده طبعا الس خالص اللي هي الاخيره دي بتفضل زي ما هي، ودي هطلع له ب 160 تقريبا زي ما كانت في الاخير. ننسق بس الشكل عشان ما يبقاش كده مرتجل جامد، ونجرب نطبع النتيجه في النهايه، نطبع قيمه الايه التاكس، فاقول له برنت لاين التاكس بيساوي، واطبع قيمه الفاريبل اللي اسمه تاكس بعلامه الدولار ساين. وتعالى نجرب برده كام حاله كده، شبك شكل الويند طبعا مرتب وبسيط، فاعمل كليك كمين ورن، وتعالى نجرب ندخل موتور سي سي كده مثلا وليكن نجرب ب 1200، المفروض ال 1200 يرد عليها بكام؟ اللي الجدول 50. تعال نجرب تاني نعمل ريران، هندخل موتور سي سي وليكن 1800 قال 80 وهكذا. بالطريقه دي نكون عملنا وين برينج برضو، وشفنا الفروق ما بين الاف والوين.